صادات الدفاعية، التدريب وفق نوع الطائرة. لدى الصادات الدفاعية القدرة والإمكانية لتدريب الطيارين المقاتلين من خلال توفير تدريب الطيارين والتدريب على أنواع الطائرات والتدريب على القتال لجميع أنواع الطائرات والمروحيات لموظفي الطيارين في الدولة الطالبة للخدمة من خلال 3 دورات منفصلة يتم تقديمها من قبل طيارين معلمين متقاعدين بعد أدائهم الخدمة بنجاح في القوات المسلحة التركية. عينات من البرامج التدريبية للقوات الجوية: برنامج تدريب القفز المظلي، برنامج تدريب أنشطة طائرات الهليكوبتر، برنامج تدريب عمليات بحث وإنقاذ الطيار، برنامج تدريب عمليات السفن باستخدام طائرات الهليكوبتر، عملية الإخلاء، تدريب طياري الطائرات، التدريب وفق نوع الطائرة، تدريب طيار الطائرات المقاتلة، تدريب صيانة الطائرات، تدريب طياري طائرات الهليكوبتر، تدريب صيانة طائرات الهليكوبتر، الحرب الإلكترونية، تدريب طياري المركبات الجوية بدون طيار، التدريب على الصواريخ المضادة للطائرات والدفاع الجوي. قم بزيارة موقعنا الإلكتروني لمراجعة عينات حزمنا التدريبية المخصصة للقوات الجوية. لا تقتصر حزمنا التدريبية للقوات الجوية على ما ذكر، ولكن يمكن أيضاً إنشاء مجموعات تدريبية حول الموضوعات المطلوبة. التدريب وفق نوع الطائرة: يتلقى الطيارون الذين أكملوا تدريب الطيارين تدريبات توجيهية للطائرات التي سيقومون بقيادتها من خلال تقييم التدريبات التي ستقدمها صادات الدفاعية وفقاً لأنواع الطائرات وطائرات الهليكوبتر بخلاف الطائرات الحربية. يمكن أن تكون هذه الطائرات طائرات مقاتلة أو نقل أو تزويد وقود أو طائرات أواكس أو طائرات هليكوبتر. من أجل تخطيط وتنفيذ تدريب الطائرات التي ستستخدمها البلدان أو التي ستحصل عليها، تقوم شركة صادات الدفاعية بإجراء مراجعات شاملة مع أنسب خطة وبرنامج للدورة التدريبية في الطائرات الخاصة بالبلدان أو في طائرات الدول كطرف ثالث متعاقد عليها. مواضيع التدريب: دروس على الأرض عن الطائرة، دروس على الأرض متعلقة بالطيران، تدريب الطيران، الكفاءات المطلوبة للمشاركة في الدورة: أن يكون حاصلاً على رخصة طيار طيران تجاري، أن يكون حاصلاً على شهادة طبية من مستشفى معتمد من قبل هيئة الطيران المدني، ألا يزيد عمره عن 45 سنة. الإمكانيات التي سيتم اكتسابها بنهاية التدريب: الحصول على مؤهل وترخيص للطيران في نوع الطائرات ذات الصلة، مدة الدورة تتكون من 9 أشهر وتشمل 3 أشهر من التدريب الميداني و6 أشهر من التدريب على الطيران. من يمكنه الانضمام إلى دوراتنا؟ جميع خدماتنا التدريبية والاستشارية مخصصة للقوات المسلحة وتشكيلات قوى الأمن الداخلي في البلدان الصديقة والحليفة. لا يمكن المشاركة في تدريباتنا بشكل فردي.